شرم. يجب لابني، ابني بريء ما عملت الحاجه. انا ابني مركز حياته كلها للزمالك، ويوم انا مش قاعد قبل اسبوع يعمل زينه ويعمل نخله ويعمل امي يجيب من يجيب وبيعمل بحب الزمالك. دي جزاؤه يعني، دي جزاؤه بيكسبوه ياخدوه مني من حضني. ده كان نايم كلام بسرير وخدوه ولا عمل حاجه. بس والله العظيم ما يرضى حد، وانا ست مريضه وعندي السكر وعندي القلب وتعبانة. هو اللي كان بيدوينا وبيغطينا وبيسأل علينا ياخدوا ليه؟ ربنا يديك الصحة. أنا عايزك تمسكي نفسك وتدعي له كده دعوة، وإن شاء الله يرجع لك بالسلامة. ادعي له كده دعوة حلوة يرجع لك معاك إن شاء الله. أنا ابني والله بيحب الزمالك، وكل ركز كل حياتي من الزمالك. يعني عندي أعمل إيه؟ أنا عايزة أعرف ابني عمل إيه عشان يعمل إيه؟ أنا نفسي أعرف ابني عمل إيه عشان يجازوه كده. دي جزاؤه يعني، انت حبيب بني يا حبيبي، ده خدينه من حضني، خدينه من حضني. كان نايم يا حبيبي، ده كنا عم نوضب اتجوز يا حبيبي. ابني ما غلطش، عمره ما يغلط، والناس كلها بتحبه وبيطلبوه باسم كده بيطلبوه يا مصطفى. تعالى الصحيفه كلها والرؤساء كلها بتحبه. ان شاء الله مصطفى يرجع، وان شاء الله زي ما قلت لنا مصطفى يا جماعه فرحه كان يوم 5/5، ان شاء الله فرحه هيتم على خير وهيرجع لك وهتفرح ان شاء الله. ودعي له، ودعي له. الناس كلها بتحبه، واي حد يا ابني بيجري وبيساعده وبيخرجه في اي حاجه. وراجل راجل يعتمد عليه، راجل سيد الرجاله. انا ابني ما عملتش حاجه، ياخدوه من حبي. اطلب من حبي. هو اللي سأل علينا، هو اللي قاعد معانا، كل ولادي طلعانين برا، هو اللي قاعد معانا، هو اللي سأل علينا ويغويني ويغطيني. هعمل ايه؟ هعمل ايه من غيره؟ انا عندي السكر والله. كان في سكر السكرية يا حبيبي، من الشهر اللي انا فيه يا حبيبي، من الشهر اللي انا فيه يا ابني. ابني ده هو الوحيد اللي قاعد معايا، بيسأل علينا وبيدوينا وبيحضرنا رمضان. يا بس تاخدوه ليه؟ تاخدوه ليه؟ عامل ايه؟ انا نفسي اعرف ابني عامل ايه عشان ياخدوه. نفسي لو في سبب اقول لك اخدوه، انما هو ما عملش حاجه، والله ما عمل حاجه، وحش ابدا طول حياته. يا حبيبي